السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. رانا اليوم في طرف غيله سهلة. رانا حبيبنا شراك حبيبنا لاباس خيرو هكا قبلتي ولا زعتر؟ اه زعتر. اه صافي صافي غيلا سي شربوا عشرة بس نشربوا قول صابل صابل غيلا سي شربوا غير زعتر. هاو قالوا كي تاهرا بالطبع واش صافي باش واش راكم بخير واش راك تشرب؟ هذا تاي. هذا تاي. تاي هو تاي هو بالذات. هو واش راكم صافي باش تهضروا معنا ترا اوكي. لا ما نصوروش هذوك هذوك اللي يقصوا اوكي. هذوك خاطي هذوك خاطي هذوك خاطي واش راك بخير؟ لاباس بخير. كاميرا حكمتك على غالب يا خالي واش راح ندير واش راح ندير؟ السلام عليكم يا جماعة راكم مع قناة ولا خلف فؤاد في تاع راس الواد. أنا جينا زرناكم اليوم في غيلاسة إن شاء الله زيارة خفيفة برك. واش راكم بخير؟ لاباس واش راكم يا جماعة؟ لاباس خير معليش نصوروكم نورمال تحبوا نحيوها نحيوها كيما تحبوا نتوما. راهي قناة مش تاع السياسة هذه هي قناة اجتماعي يوتيوب يوتيوب اه يوتيوب اخويا انا يوتيوبر باش تعرفوني برك من وجه كي نجي لهنا ولا ساعة ساعة نجي نزوركم. مرحبا ترحبوا بيا برك. مرحبا بك. ترحبوا بيا بالسرير برك ياسر. مرحبا يا خالد بك كل تحب تشرب زعتر وتشرب زعتر والله هاني عقب كوكا هاي كوكا والله كوكا. المهم واش تقولوا القناة تاعي واش تقولوا برك هاني جيت زرتكم واش تقولوا واش تقولوا الناس يتفرجوا فيكم باسكو الناس بزاف شوفوا بزاف ناس تاع فرنسا يتفرجوا فيا تما تاع فرنسا وكلهم يتفرجوا فيا الناس اللي ما قدروش يروحوا لي ربي هذاك ما كان هذاك ما كان ها هو سي هشام يعرف يهضر بيا هذا هذا والله يعرف يهضر بيا يهضر معنا حبيبنا اسمع هذه ما سياسه مولو اجتماعيه برك اجتماعيه برك عادي هذه هذه ماشي تاع هضرنا على الدين هضرنا على الدين حاجه تاع الدين برك ايه حاجه صغيره برك حاجه صغيره برك ولا حاجه صغيره برك هذا الدين عنده الاهل نتاعو ايه ماشي كيما قال واحد كيما نقول احنا كي نشوفوا بعضنا كي نشوفوا بعضنا ياسر والناس اللي ماتوا في كوفيد 19 اللي ما سموش رمضان معنا العام الاول فهمت اللي راحوا اي والله هذه هي برك انا تاع اجتماعيه برك انا اجتماعي برك انا راني اجتماعي نحب نسكر والحمد لله هيا السلام عليكم والسلام عليكم وجماعة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هيا السلام عليكم رانا في سوبر حاج الزين في غيلاسة رانا توجور في غيلاسة ندورو والحمد لله كما راكم تشوفوا سوبرات اخويا نظيفة فيها كل شيء اللي تشي تحوس عليه كان ها مور سوبرات ويخدم روحو واش راك يا خالي؟ واش راك تعبي؟ واش راك تعبي؟ نعبي في المايس. المايس ها؟ والله يعطيك الصحة سيدي. ان شاء الله. هذه سوبر تاعكم؟ تاعنا ان شاء الله. حاج الزين. الزين المرحوم. المرحوم ربي يرحمه. ربي يرحمه. وانت بنو؟ انا ولد بنو. ولد بنو الله يبارك الله يبارك. تسمى جدك حاج الزين. جدي ان شاء الله. الله يبارك. والنخمة تاعكم كيفاه؟ تواتي. تواتي، انا عاد لافامي تواتي. عادة لافامي تواتي في راس الناس، أجنبية. معروفين. كما راكم تشوفوا رانا في توجو في سوبر غيلاسة عندنا مع الاخ هذا. مرحبا. واش راك بخير اخويا؟ لاباس بخير صحة لاباس بخير. لاباس. الحمد لله. مرحبا بك عندنا. بيك ونجيك اخويا. واش يخص خالة هنا؟ اخويا انا ما يخصني شوف يخصني الترحيب برك. اهلا بك في اي وقت. ترحيب ترحيب هذا مكان. مشو هذا القنطرة قرقة. يا سيدي. حتى راهي خطرة. حكينا ترى شوية على غيلاسة هذه أول خطرة مش أول خطرة ندخلها. وشو ما نعرفش عقليتهم ما نعرفش الطبيعة. غيلاسة واش تعرف ناس طيبين ناس كرامة ناس كيما غيلاسة غير راسهم كل
كيف كيف. اه. ما شاء الله. سوا راس البرج. بيناتنا غير جبلو مزيطة. اي والله. وهذاك. مزيطة غير لاصقة معنا مع مزيطة. خالو بخت. اي والله. ايه واش تحتاج هذا انا يا خويا. صافي يعطيك. كيما راك مرحبين فينا في راس البلد نرحبوا بكم على هنا. بيكون جيك اخويا هنا ديما راس البلد حنا نرحبوا بكم. انا خدام في راس البلد من 2006 في المحطة تاع راس البلد. الله يبارك. ناس طيبين ما شاء الله. انا راني تربي ثم جيت صغير غير دعيتي. هذا شنو نقول خويا. المهم انت واش كنا كلمة هذا باندي هذا زيد قال هاز لنا اسمع هذا راه هاز لنا الماصة وهاز لنا اللي يحكموا فيه يشرشحوا. واش تقول الناس يتفرجوا فيك برك. واش نقول لكم غالي سهلا بكم غالي سهلا اهل جود واهل كرم كيما قلنا هنا تفضلوا مرحبا بكم في كل وقت. يعطيك الصحة خويا هيا السلام عليكم كنا في غيلة مع الخلف فؤاد. كيف خيرك شيخ؟ اه واش كيدير في غيلة سهلا؟ واش شريتي؟ روحي روحي قدام هذا ارواح 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 واش راك يا حبيبنا تسكن في غيلاسها تبيع في لاكريمه الله يبارك قد في عمرك 12 سنه وتبيع في لاكريمه واش تقول لهم يتفرجوا فيك واش تقول لهم واش تقول لهم صعيدكم صعيدكم مرحبا بكم ومرحبا بكم في غيلاسها ما تعرفش تهضر حبيبي 12 سنه الله يبارك هاي صحست هلا بويك اي والله مع الشيخ دوك انتم مع الشيخ دوك السلام عليكم السلام واش راك بخير لاباس رانا في غيلة ساعة من رانا دوك راكم عند رضا رضا واش راكم سي رضا تبيعوا في لاكريم هنا الله يحفظك غيلة ساعة بكرامية اه واش راكم بخير لاباس راكم في القناة تاع الخلف وهذه اللي قناة تاعي الخلف تاع يوتيوب هذه مرحبا بيكون جيك بيكون 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 جيك وإن شاء الله كما قال واحد أنا ساعة ساعة نعودو نزوروكم هنا. ويا مرحبا بكم. أبا كرا سوا درناها وكل. مرحبا بكم. أنا شبعنا مرحبا سوا دوك ندورو على الدواوير صغار. تسمى دواوير داري بيهم إن شاء الله. إن شاء الله. وترحبوا بنا وتهضروا في الكاميرا وتهضروا مع الناس والناس اللي راهم يتفرجوا فيك في فرنسا. باسكو عندنا تقريبا في بوسون تاع الشعبية تاعي من الخارج. الله يبارك. تسمى راهم يتفرجوا فيكم دوك واش تقول لهم ساعة فرنسا هاي؟ إن شاء الله تجونا بخير وعلى خير. الله. ان شاء الله يا ربي يستركم من هذا المر هذا ان شاء الله ان شاء الله يا ربي واش نقول لهم يجيب عقلهم معنا الصيف هذا ونطلع عليه ان شاء الله وربي يحفظكم امين رب العالمين ان شاء الله هذا ابنك هذا هو ابنك ما حبش يهضر معنا مره ما يعرفش يهضر خلاص قول لهم مرحبا بك قول لهم يحضر مرحبا بك ها يا سيدي واسمك عبد المؤمن عبد المؤمن عبد المؤمن شو سنه تقرا بريمير الله يبارك عقبت الدوزيام ولا ما عقبتش ما جبت النتيجه مليحه هذا انكوراجمون انكوراجمون الله يبارك ايه نو مرة كلام يوم بطل من عندك كاع في انكوراجمون وجاك لي ديال تاع راس البيت انا تاع راس البيت حتى عندك انت انا نو ما تدي فيها نديو فيها البيروك ورا البيروك قولوا المره الجايه كتبوا لي هاي سعيد ان شاء الله هاي السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته